في مشهد لافت للأنظار ابتكر المعلم الإندونيسي يحيى هندراوان طريقة جديدة لرسم ابتسامة على وجوه أطفال أيتام. Kue talam dikecapin, wassalam, ane ucapin, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ويعلمهم من خلالها القراءة والكتابة وفهم القرآن بارتدائه لملابس مهرج. هندراوان البالغ من العمر 38 عاما يعمل معلما في دار للأيتام ويركز على تعليم الأطفال الدراسة الإسلامية وقراءة القصص. ويرى يحيى نفسه مرشدا لتعليم الأطفال السلوك الصحيح من خلال القرآن. ولم يتلقى يحيى أي دعم من والده، ولكن بفضل تشجيع مؤسس دار الأيتام كان واثقا من متابعة حلمه في التدريس كمهرج. يعمل يحيى كمهرج للترفيه عن الناس في مناسبات، ويتمسك بتأكيد القيم الدينية وبرامج محو الأمية في أدائه. يصطحب يحيى معه يوميا ابنه ميرزا البالغ من العمر 5 سنوات لدار الأيتام التي يعمل بها، ويرتدي ميرزا كأبيه ملابس طفل مهرج، ويستغرق يحيى وابنه نحو الساعة في وضع المساحيق قبل لقاء الأطفال في مجموعة القراءة المجتمعية. وضاع صيت يحيى بسبب حماسه لتعليم الأطفال مع حرصه على الترفيه عنهم في ذات الوقت، وأصبح موضع إشادة من المجتمع المحلي. Assalamualaikum.